انت بوعيك حكيت عن الشهاده كشيء جميل، انت بتعتقد انه شيء جميل؟ الشهاده كثير شيء جميل جدا جدا، كل الناس بتتمنى الشهاده. ايوه، لانه يعني ايش في احلى من انك تروحي على الجنه؟ طب مين افضل، السلام مع وجود حقوق كامله للشعب الفلسطيني ولا الشهاده؟ الشهاده. أيوة. انا اخذ حقي بعدين استشهد، لانه بدنا نعيش احنا طفولتنا حياتنا. ماشي يسرى، انت راضيه بالكلام هذا؟ طبعا الشهاده احلى، لانه احنا هلا بدناش الدنيا، بدنا الاخره. ايوه، مش الدنيا اللي حتفيدنا، الاخره. عشان هيك طبعا يعني انه كل الشباب الفلسطينيين مش زي اي شباب تانيين، دمهم حامي. طبعا اكيد بفضل الشهاده لانهم فلسطينيين. خليني اسالك سؤال بصراحه، هل انتم بطبعكم بتحبوا الموت؟ في فرق بين الموت والشهاده. لا الان انا بحكي عن 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 الغياب بمعنى الموت، الغياب الجسدي، هل انتم فعلا بتحبوا الموت؟ ما فيش اطفال بتحب الموت. أيوة. لكن اطفال فلسطين اخذوا فكره انه هذه شهاده، انه عندهم مثلا انه الموت شهاده، وهذا شيء كثير كويس. انه مثلا كل طفل فلسطيني ولد مثلا قول له عمره 12 سنه يا رب استشهد. في معنا احنا اتصال هاتفي. طبعا. صبرين من رام الله. يعني صح احنا بنحزن الشباب لما يموتوا، بنحزن الاطفال لما يصير هيك، بس لازم بنفس الوقت نفرح لانه الشهداء مصيرهم الجنه. آيات الأخرس لما فجرت يعني كان عمرها 17 سنة، و17 سنة بنت بتكون واعية. صابرين، أنت مع أو ضد؟ أنا مع التفجير طبعا لأنه هذا حقنا. صابرين، الآن هل الوضع الطبيعي أنه آيات الأخرس تفجر نفسها؟ طبعا وضع طبيعي.